هلا والله. يوم ابريل او 1 ابريل جاء وراح، وطبعا معروف ان اهم شيء في هذا اليوم في العالم كله اللي هي كذبات ابريل، وفيها شركات العاب كثيره تحاول انها تسوي اشياء استهبليه او احيانا اشياء تحمس اللاعبين وينصبون عليهم في النهايه يطلع ما في شيء من هذا الشيء. وحلقه اليوم من 5 اشياء راح نذكر لكم 5 كذبات ابريل جننت اللاعبين. وقبل ما نبدا لا تنسون نحتاج دعمكم. اول شيء اشتركوا بالقناه، ما راح ياخذ منك دقيقه، عندك زر اشتراك تحت اضغطه. ثاني شيء سووا لايك الفيديو لان صدقوني راح يعجبكم الفيديو هذا، جدا بيكون ممتع. والحين خلونا نبدا. بلاي ستيشن فلو. كلنا نستمتع بالبيئه في الالعاب، خصوصا الالعاب اللي يكون فيها جرافيكس قوي مثل انشارتد او توم بريدر. ما مره حسيت انه ودك تجرب تغوص في المناطق المائيه في بعض الالعاب؟ بلاي ستيشن قررت انها تعطينا الحل واصدرت فيديو تقدم فيه تقنيه باسم بلاي ستيشن فلو. هي نظارة وغراض تلبسها بإيدينك ورجلينك. تخيل أنك لما توصل لمرحلة مائية كل عليك تسوي أنك توقف اللعبة تلبس نظارة وتروح للمسبح. بعد ما تنزل المسبح راح تبدأ تكمل اللعب مكان ما وقفت. والأرهب أنك تقدر تلعبها في أي مكان، مو لازم مسبح. الإعلان كان في 2015، قبل سنة بس من إصدار بلاي ستيشن في آر. شكله كان تجربة أولية وحطوها إعلان استهبالي. جوجل مابس بوكيمون. يمكن الكثير ما يعرف ان قبل لعبة بوكيمون جو كانت جوجل هي اللي طرحت فكرة اللعبة في البداية. اصدرت فيديو يشرح انك تقدر تلعب لعبة بوكيمون عن طريق خرائط جوجل بنفس فكرة لعبة بوكيمون جو بالضبط، بس كان شكلها حماسي اكثر. وما نستغرب لو شركة بوكيمون شافت الكذبة وقررت انها اوه هذه فكرة رهيبة، ايش رايكم نطور اللعبة؟ وبكذا طلعت لنا بوكيمون جو. اساسن كريد فور كونكت. كلنا نعرف سلسلة أساسن كريد من يوبي سوفت، أكيد في جمهور كبير لهذه اللعبة. مجموعة من اللاعبين قرروا أنهم يمثلون فيديو لطريقة جديدة عشان نلعب أساسن كريد، وهي باستخدام طرفية مايكروسوفت كونكت. الطرفية هذه ممكن تنفع ألعاب بسيطة ما فيها جهد كبير، بس تخيل أنك تلعب أساسن كريد بكونكت. اللعبة تحتاج مجهود بدني كبير لأن فيها قفز وحركات وركض وغيرها. الفيديو كان استهبالي ولازم تكون واحد يعرف يسوي حركات بهلوانية وعندك لياقة عشان تقدر تلعبها أو تكون فنان في الباركور. دوغ إيس أترني. أيوة سمعتم صح، قلت دوغ يعني كلب. سلسلة إيس أترني المشهورة طريقتها في اللعب والقضايا اللي تصير والدراما على تطور الشخصيات. في 2015 قررت كابكوم أنها تنشر خطتها للعبة جانبية باسم دوغ إيس أترني. تصميم الشخصيات كان رهيب ومقتبس من فيلم الكرتون القديم المحقق شارلوك هاوند. الأصوات كان عبارة عن نباح كلاب بس. إعلان فيديو رهيب خصوصا بالأخير لما أعلنوا عن تواجد شخصيات المحقق شارلوك هاوند. أكيد الكثير كان يتمنى هالإصدار يكون موجود، لكن مع الأسف إنه كان كذبة إبريل. هاف لايف 3 على ستيم. هاف لايف 3، يا ذي اللعبة جننت العالم. اللعبة اللي تركت اللاعبين بدون أي تفسير للنهاية لحد هذه اللحظة. اللي ما يعرفها هي لعبة شوزر تتميز بالقصة الرهيبة، وهي اللعبة حطت أساس الألعاب المنظور الأول من ناحية القصة. آخر جزء نزل في 2007، من بعدها والجمهور يطالب بتكملة القصة، فتخيل كمية الجمهور المتعطش لهاللعبة. في 2012 تقريبا قرر واحد أن يكذب كذبة إبريل واستغل اسم اللعبة. اطلعت اللعبة فجأة على متجر ستيم مع رابط لشراء المعلومات. بعد ما تضغط الرابط تطلع لك هذه الصورة. للحين اتوقع في ناس عندهم صدمة نفسية بسبب هذا الموقف. وهذه كانت 5 كذبات ابريل. شاركونا بتعليقات عن كذبات العاب انتم سمعتوا عنها وما ذكرناها، وايضا قولوا لنا ايش الاشياء اللي ضحكتوا وانتم تشوفون الفيديو. ويعطيكم العافية في المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.